محمد انا ودي اتكلم عن ممارسه اللعبه نفسها الحين. اذا انت تبي تمارس هذه اللعبه علشان المسابقات القادمه في المستقبل وين؟ وهل في مكان بالكويت؟ نعم في الحلبه اللي انتم شفتوها هذه حلبه. اي وقت تبي تروح تمارس الرياضه وتتمرن ما في احد مسؤول كذي؟ لا موجوده وفي مسؤولين في لجنه في احنا متسابقين يعني مثلا القدم يعلمون اليدد وقاعد نتعلم الشباب الخليجيين. يعني كم ساعه مثلا تتدرب باليوم؟ اذا انا مثلا الحين بروح اتدرب عادي دخلني؟ اي بس يعني تكون لابس لبسك السيفتي كامل. يكون معك احد ما يصير تجيب روحك الحلبه لا سمح الله يصير فيك شيء تعور. فيش حد هناك يعلمك او يدربك؟ احنا حاليا قاعد نتعلم من استاذنا الكبير محمد بلوشي في الامارات بطل الامارات الشرق الاوسط. وبيننا وبين بعض نعلم بعض نحاول يعني نتعلم الفيديوهات نطلب كذا نتعلم. حلو قوي. يمكن زي ما شفنا ان الرياضه الى حد ما برضو خطيره. يعني ايه اللبس بقى اللي عشان في ناس ممكن يكون تتفرج علينا وعايزه انها تمارس الرياضه دي ولكن بتكون خايفه؟ فكلمنا شويه عن اللبس. احنا شايفين لبس زي النينجا تيرتلز كده هو حاجات حديد وحمايات والخوذه زي ما انت بتقولوا في اللبس. فكلمنا شويه عن اللبس وايه المناطق اللي بتكون محميه بشكل كويس جدا. شو هي رياضتنا يعني تكون خطرة على 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 حسب المتسابق نفسه. نعم. هو يقدر يعور نفسه ويقدر يحمي نفسه. طبعا لبس السيفتي لابد منه نفس ما قلت الخوذة التشيست بروتكتر انا البس حق الني بروتكتر اي اهم شيء بعد البوتس. يعني البوت طبعا وايد مهم لان الريل وايد تضرب في الارض وكذي. بتلف او حاجة رجلك ممكن نعم اي لازم اي تكون كتوازن يعني لازم طبعا تاخذ اتجاه اخر مثلا يمين يسار اي فلازم هذا الريل طبيعي انها تحوش الارض يعني فلازم تكون لابس بوت يعني حتى من نوعيه زينه مو اي شيء يعني حلو. لبس عفوا سؤال عن اللبس نفسه انه هل مهم قوي انك تلبس اللبس ده وايه الحتت اللي بتكون محميه فيه علشان نطمن الناس اللي اللي حابين يمارسوا الرياضه؟ اي اهم شيء طبعا الركب. نعم. زين الصدر الخوذة لابد منها والبوت نفس ما قلت. حلو. يعني محمد ما شاء الله قاعد شفنا او يمكن سمعنا يمكن في هذه المسابقه ولكن نتمنى يمكن تسليط اعلامي اكثر عليكم لان بالفعل الشباب قاعد يحقق انجازات ولكن قاعد يخفى على يمكن الشعب الكويتي. واتوقع هذا انجاز يفتخر فيه كل شاب كويتي انه محمد جعفر حقق بطوله وبطوله تعتبر ثمينه من خطوره على حياه محمد. اصابات ممكن لا سمح الله الله العالم مثل ما تعرف هذا سيكل وبر وما تدري يعني. فنتمنى ان يكون هناك تسليط له اكبر من خلال الاعلام والصحافه لان بالفعل محمد شاب كويتي ونتمنى ايضا هناك محمد يكون قدوه لكل شاب حاب لهذه الهوايه. يعني يا ريت نتكلم عن بطوله امس والانجاز اللي حققته وشعورك صراحه من قبل ادش البطوله. هل كنت متوقع انك تحقق هذا المركز خصوصا ان في اسامي كبيره عرفنا وياكم في المسابقه؟ والله شوف البطوله امس وايد قويه وفي ناس ما قد في اسامي كبيره. يعني كنت متوقع اني احقق شيء زين بس مو اللي انا حققته يعني. زين بس الحمد لله حققت افضل يعني. لا كنت اتوقع أسوأ بس الحمد لله حققت افضل لان اللي معي مو سهلين. اي ما شاء الله معي بطل الامارات وشرق الاوسط معي بطل البحرين معي ابطال الكويت. من الاول كان الاول محمد بلوشي بطل الامارات. نعم. زين حلو انت تابع يعني ان شاء الله في يوم من الايام نشوفك الاول. اي فهذا انا لي الشرف طبعا لما اطلع الثاني ورا محمد بلوشي هذا شرف عظيم يعني اني اكون وراه الثاني. محمد انت ما شاء الله عليك من الحركات اللي امس شفناها معاك بالتقرير انت كنت ما شاء الله جدا مميز ولكن في لحظه من اللحظات قبل الجوله الثانيه انت كنت يمكن شوي متوتر كنت مو مستعد التدريب ايضا كان يبي له وقت اكثر علشان تحقق المركز الاول. ودي اتكلم عن الظروف السلبيه اللي تواجه المتسابق وهذه الظروف راح تاثر عليه ويمكن تخلي النتيجه تقل. يعني انا ادري لو محمد كان عنده بهالشهر فتره تدريب مناسبه لكان وصل للمركز الاول. فالظروف السلبيه هذه اللي تاثر عليكم شنو هي؟ هو طبعا اي ظرف يخلي المتسابق ما يقدر يتمرن هذا يعتبر سلبي بالنسبه له. نعم. يعني المتسابق لازم يتمرن لازم ينام عدل لازم طبعا اذا يدخن لا يجي اصلا هالرياضه. يعني وايد امور اهم شيء طبعا اللياقه ويسوق ورا الناس اللي احسن منه عشان يتعلم منهم. نعم. يعني نفس لما انا الحين اتمرن ورا محمد بلوشي او غيره من الناس الاقوياء اتعلم منهم واتطور. والحلبة نفسها محتاجة تدريب أكثر كثر ما أنت تتدرب على الحلبة تأخذ على اللاينات. لكن على فكرة الشباب أمس منهم كان أول مرة في هذه الحلبة. نعم. حقق أرقام يمكن كانت حلوة يقول أنا والله أول مرة
ولعب من اول مره وفاز. احنا سوينا فئه حق المبتدئين الشباب اللي توهم جايين عشان نشجعهم ونعطيهم حافز انه ياخذون كؤوس وكذا ويتشجعون ويكون كلهم نفس المستوى فتقوم فئتهم مع بعض. التشجيع بيدي دافع وبيرفع من معنوياتهم اكيد. عايزين برضو نعرف مواصفات اللي يقدر يدخل في الرياضه دي او يمارس الرياضه دي. هل في وزن معين طول معين الى اخره؟ ما لها، لا ما لها مواصفات معينة، بس طبعا لازم يعني يكون يعني جسمه ما يكون وايد متين اللي ما يقدر يقعد على السيكل يكون اوكي، بس ما لها عمر معين ولا لها اي. والبنات هل في بنات بتشارك؟ في بنات طبعا يعني ممكن. انا شخصيا متسابق مع بنات في دولة الامارات. اوكي حلو، يعطيك العافية. والدول بعد اذنك يا احمد عايزين برضو نعرف كم دولة تقريبا كانت مشاركة عشان نعرف حجم البطولة كانت ايه. انا شاركت، انا اللي شاركت فيهم ولا اللي شاركوا معنا امس قصدك؟ اللي شاركوا معكم امبارح. البحرين والامارات، وكان معنا متسابق نرويجي ومتسابق جنوب افريقي ومتسابق الماني. وانت شاركت بقى في كم بطولة؟ انا سابقت في البحرين وسابقت الامارات وبالكويت طبعا. شو البطولات القادمه عشان نكمل القادمه؟ عندي بعد بطوله البحرين للحين ما خلصت، باقي لي سباقين في البحرين وان شاء الله اي بطوله. شد حيلك ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب تحقق المراكز اللي انت تطمح لها. كلمه اخيره محمد حابب كلمه الاخيره اوجه شكر خاص حق شركه ريد بول، شركه سوزوكي طبعا اللي هم راعين ويدعموني، وشكر خاص طبعا حق اخوي الكبير حمد السيف واللي منظم السباقات وكذي، وشكر ايضا حق النادي الكويتي السيارات الدراجات تحت رئاسه الشيخ احمد داود صباح. يعطيك العافيه محمد جعفر بطل الكويت، وبان شاء الله تشرفنا في المحافل الدوليه ونشوفك في المراكز الاولى يا رب عالميا. كل الشكر والتقدير لك محمد، وكل الشكر والتقدير لكل مشاهدينا اللي قاعد يتابعونا خلف هذه الشاشه.